السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. SE Linux Access Control. SE Linux Access Control عنده ثلاث أشكال. الـ SE Linux مفروض أنه لما يعمل Permitive لأي ملف أو Process لازم نفس الوقت يعرف الـ Result، يأخذ النتيجة من مجموعة الرخص اللي يحملها هذا البرنامج عند التنفيذ، فحيتحول إلى ثلاث أشكال. يا أما Type Enforcement، الحالة الأولى Type Enforcement حيجبر الـ Access Control أنه يفحص كل الـ IDs التابعة لهذا التطبيق أو لهذا البروسيس اللي يعمل أو للملف ويعمل بالـ Targeted Policy اللي احنا شرحناها مسبقا. Rule Based Access Control هذا خلينا نقول هي ليست بالضرورة أنه تعمل، بمعنى آخر يعني شلون أفسر لك، هي نوع آخر من البروتكشن، لكن نوع آخر من الشكل الـ SE Linux، لكن كعملها الأساسي ما تأخذ بمحمل الجد، أي بمعنى ما تكون targeted، ولا إحنا عندنا restricted وعندنا targeted. هنا ما راح يكون targeted في الأولويات، أي بمعنى أنه يسمح بمجموعة process أنه تعمل اعتيادي، لكن في malicious في بروسيس ممكن انه يلقي النظرة عليها، لكن الباقي لا، ما راح يعطيها ذاك الاهتمام القوي. طبعا معظم الشيبس الاشكال اللي يكون فيها الاسي لينكس هي التايب انهانسمنت. اوكي، الحالة الثالثة قل ما تستخدم، يعني ما مستخدمة بشكل واسع، وهي كديفولت حتكون تارجتد، لكن اكثر شيء استخداما هو التايب انفورسمنت، لانه حيتحكم بكل البروسيس اللي اتعمل له تاج، ونفس الوقت يقوم بعمليه الفحص. طبعا بهيك حاله احنا فسرنا الاكسس كنترول ميكانيزم، بهيك حاله احنا عرفنا الاس اي لينكس كم مود هو عنده، اللي هو الانفورسينج، البيرميسيف، الديزيبلد. اوكي، هذا هو المودات لل SE Linux. كذلك انه عرفنا انه مثلا اذا عملناها enforcing، بمعنى انه احنا نجبر هذا الـ SE Linux انه يتاكد من كل التاجز والليبلز اللي موجوده مع هذا البروسيس او مع هذا الفايل. اضف الى ذلك احنا شرحنا الانبرميتيف، البرميتيف احنا قلنا انه هو حينظر للملف او حينظر للبروسيس، لكن في حاله حدوث اي شيء غريب، اي بروسيس يحاول يتجاوز عن حده ويعمل شيء غريب في النظام، حيعطيك مجرد لوك، حيظهر لك اشعار انه في برنامج غريب بيستخدم الريسورسز بطريقه غريبه. والديزيبلد احنا اخذنا الفكره عنها انه هو حيعمل لك اصلا ديزيبل لهذا الشيء. وكذلك بالنسبة للليفلز اللي ما احنا ذكرنا، في عندك انت التارجتد وفي عندك الستريكتد، وضحنا انه التارجتد هي فقط حتجبر مجموعة بروسيس انه حتجبر مجموعة بروسيس انه يكون في عندها تاج وفي عندها ليبل حتى تتأكد من عملها بصورة صحيحة، مثل ما وضحنا في examples لما قلنا مثلا في ال HTTPD NTP وعندك ال SMB وفي عندك أيضا ال SNMPD، حيضع على مجموعة process فقط عين عليها ومراقبة عليها، كون أنه هي تتعامل مع الروت حتى في حالة أي خطأ يحجزها، بينما الستركتد لا، ما يعرف انه انت تعمل في الروت او ما تعمل في الروت، حيعمل عليك متابعة فورية. فاذا احنا كمان اخذنا كيف نعمل نعرف الستيتس للـ SE Linux، وكيف ندرس او نقرأ حالة كل فايل وحالة كل بروسيس وتعاملها او علاقتها مع الـ SE Linux، وكيف انه احنا عرفنا الكود اللي نجزاه الى اربع اجزاء، اللي هو اليوزر كونتكست والرول كونتكست والتايب كونتكست والمالتي ليفل سكيورتي كونتكست. اذا كل هذه الاشياء احنا كبداية شرحناها على الـ SE Linux حتى تاخذ فقط فكرة مدخل حتى نتحول للليفل الثاني. طبعا احب اذكر انه هذه الروابط كلها حترفع على الانترنت و حتكون متوفر بيدك، انه انت تقدر تستطيع تقراها اكثر وتاخذ معلومات عليها اكثر، لان موضوع الـ SE Linux موضوع كبير جدا جدا. طبعا هذا الكلام يعني انه احنا خلصنا، لا، بعد
الدرس القادم إن شاء الله نشرح بعد أكثر. فلهنا إحنا نوقف ونكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامة.